احنا مستمرين، احنا من الاول حراكنا سن ولازم نسميها ثوره، لانه الثوره هي لنقضي على كل شيء فيه استبداد، على كل شيء فيه غلط بهالبلد. فنحن مستمرين بهالثوره وان شاء الله رح نضلنا مستمرين، رح تضل ثورتنا سلميه. انا من مره عيدت عيد الام بمرحله زرته زياره، عيدت عيد الام عنده غادي. يعني امي بيحكي لنا عن الاطفال اللي مسجونين غادي، كبار السن اللي لازم يكونوا عايشين بكنف اهلهم او حدا عم بيساعدهم، هذول مش لازم كانوا يكونوا معتقلين لسبب الاسباب، ما في اسباب حقيقيه، لا في احيانا خربطه بالاسماء، احيانا لانه عبر عن رايه، فهذا كله له تعب نفسي لاي معتقل. اعتقال من 4 لـ5 مرات تقريبا، وكل ما ينزل على الشام بيوقفوه 4-5 ساعات لحريه الراي، لرايه الشخصي، لانه عم بيعبر عن رايه، لانه عم بيعبر عن وجع الناس، وهذا الشيء ما بيرضى هالنظام. على شو بدي خاف؟ جوزي معتقل ممنوع ينزل على الشام، ابني نفس الشيء وأنا نفس الشيء، على شو بدي خاف؟ فأنا مستمر لي وكنا مستمرين ورح نضلنا بساحة الكرامة. نساء سويدا ونساء سورية كليتهم نعتز فيهم، نساء اللي قاموا بمبادرات كثير حلوة، عبرت عن الصدق، عن الأمانة، عن هالروح اللي تعبانة بهالمحافظة، ورح تضلنا مستمرين.